روسيا اليوم. شارك العديد من المخرجين الشباب الروس في مهرجان برلين السينمائي الدولي بأفلام الكرتون الشرائط المخصصة للأطفال. مشاركة هؤلاء الشباب لقيت ترحيبا حارا من الجمهور، كما أن أفلامهم نالت جوائز وشهادات تقديرية. المزيد في تقرير موفدنا إلى برلين محمد نبيل. حضور السينما الروسية في مهرجان برلين لا يقتصر على الأفلام الطويلة، بل عرف مشاركة مجموعة من المخرجين الشباب بأفلامهم التجريبية الخاصة بالأطفال والتي نالت إعجاب الجمهور وحصلت على جوائز وشهادات تقدير. سيرجي ميرينوف شارك هو الآخر في المهرجان، مرتاح لمشاركة أعمال زملائه الذين استطاعوا أن ينافسوا أعمالا سينمائية كبرى. ميرينوف منحه المهرجان طاقة للاستمرارية في إبداعاته. برنامج بانوراما السينمائي برنامج رائع، وأفلام الكرتون شاركت فيه من كل أنحاء العالم، وهذا يعطينا طاقة فنية للاستمرار في عملنا الإبداعي. الحضور والمشاركة الروسية في المهرجان توج بانتزاع جائزة حصلت عليها المخرجة الشابة أولغا بوبوفا بعد عرض فيلمها بيتيم. أولغا التي ما زالت تتابع دراستها السينمائية حكت لنا عن تجربتها مع فيلمها الجديد. من خلال فيلمي أريد أن أتحدث عن قصص عن وجود أناس في روسيا الكثير يعتبرونهم غير عاديين. مشاركة أفلام هؤلاء الشباب في مهرجان برلين سمحت لهم برسم مشاريع مستقبلية تخص إنتاجهم السينمائي، كحالة المخرجة إنغا كورتشنيفا. في الوقت الراهن أنا في المراحل الأخيرة من إنتاج فيلمي الجديد والذي أقوم بإعداده في استوديو بيلوت. مخرجون شباب حققوا حلم المشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي وانتزعوا جوائز تضاف إلى سجل تاريخ السينما الروسية. محمد نبيل، روسيا اليوم، برلين.